حبايب قلبي، عاملين ايه؟ من كيلو مسحوق هنعمل بخلطة العفريت بتاعتنا، هنخليهم 10 كيلو نظافة وريحة وتوفير. تابعي معانا الفيديو للآخر تعرفي المكونات الرهيبة اللي احنا حطيناها، يخليلك اي مسحوق بقى مسحوق اوتوماتيك من الغالي. مش محتاجة تتعبي نفسك، مش محتاجة تشتري بالغالي، لا الغالي يرخص لك يا حبيبة قلبي. وتابعي معانا الفيديو للآخر ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي احنا عندنا مسحوق عادي، لو عندي كيلو أو 2 كيلو مسحوق عادي، خلطة العفريت اللي هنعملها مع بعض هنحولها ل10 كيلو نظافة وريحة وتوفير. طيب دلوقتي عندنا ايه؟ نفتح الكيس بتاعنا كده، نقول بسم الله ونفتحه. احنا فتحنا اهو الكيس بتاعنا. لو انت عندك يعني ظروفك صعبة، او عيالك كل يوم، او ولادي كل يوم بيغيروا هدومهم، وكل يوم بنغسل كل يوم بنغسل، طب هنلحق على ايه؟ طب احنا ممكن بكيس مسحوق عادي رخيص ب25 جنيه هنعمل منه اكنك جايبة 10 كيلو مسحوق اوتوماتيك او من الغالي ريال او برسيل. فهنعمل ايه بقى؟ هنجيب صابونة بلدي. الصابونة دي اصلا صابونة غسيل، شايفين من امتى؟ من 2007. الصابونة دي اجدادنا وستنا وجدنا لو سألتيهم هيقولك ما بنستخدمش غيرها. هنجيبها وهنبشرها كده زي ما انتي شايفين. بالشكل ده كده. عايزه اقول لك الصابونه البلدي دي اصلا يعني بتنظف الغسيل، سيبك بقى من بتوع اليومين دول، دي بتنظف الغسيل عارفه زي رابسو بتاع زمان، يعني حتى لحد دلوقتي نقول ايه اتش رابسو، مفيش حاجه اصلا دلوقتي اسمها رابسو، بس احنا في مخنا رابسو دي من ايام زمان، كان اول ما طلع كان في كراتين كده. اللي حضروا يا جماعه يبعت لي يقول لي تعليقات ويقولي هو من أي بلد. بالوصفة دي هنعمل خلطة العفريت. بصي هتخلي لك أي مسحوق رخيص سايب أكنه مسحوق غالي ب80 90 100 جنيه. بس أنا هبشرها لكم عشان مطولش عليكم. قبل بقى ما أبشرها وأرجع لكم هقول لكم همشر معاها إيه كمان. عندك بواقي صابون زي كده، هو ايه صابون حمام ما ترميهاش. الصابون ده برضو لو جبتيه كده على طرحه او حاجه متسخه ودعكتيه كده بينضف احسن من المسحوق نفسه، فاحنا هنبشرها برضو معانا. تمام وارجع لكم. بصوا بقى حبايب قلبي، بعد ما بشرنا الصابون بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده الصابون اهو، هو ايه الصابون على الصابونه البلدي بتاعتنا. عايز اقول لك ده والله بينضف حلو جدا. تخيلي بقى لما نحطه على مسحوق كده، ده العادي والفوق اوتوماتيك. احنا نخليه الاوتوماتيك عادي جدا بمكون سحري، هنخليه يمنع اي رغوه. والسخن هنحطه اهو، هنفضي الصابون بتاعنا في كيس اهو، هفضيه وارجع لكم تاني. او زي ما انتوا معايا كده اهو، بتاع المسحوق بتاعنا معلش بقى وقع وبهدل الدنيا اهو، نلمي كل على الترابيزة دلوقتي مش هنسيب حاجة. كل عفريت اهو هنشيله اليوم، هنحطه معانا اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. تمام، ايه بقى اللي هيخليه
ينظف اكتر واكتر كربونات. كربوناته دي كربونات الصوديوم، لما نحط عليها 3 معالق كده كبار هيفور لك الغسيل. عايز اقول لك اي بقعة موجودة في الغسيل مش هتلاقيها خلاص تاني. مع المسحوق اللي احنا عملناه ده بجودة العفريت زي ما بيقولوا، احنا كده دوبنا كل اي صفار اي وسخ اي بقع. طيب ايه بقى المكون ده؟ ده المكون اللي يخليه يستخدمه عادي في الغسالات الاوتوماتيك. ازاي؟ المكون ده اسمه ملح ليمون. الملح الليمون ده بيموت اي رغوة، يعني دوت. او ممكن تحطي ملعقة صغيرة من الانتي فوم. انتي فوم يعني بدون رغوة، انتي يعني بدون رغوة زي كده. ايه اي كلمة نحط لها انتي فتبقى عكسها تماما. فنحط دوت ملح ليمون، تمام. لو احنا مش عايزين رغوة اهو، احنا كده مش عايزين رغوة، احنا عايزينه ينظف وفي نفس الوقت مش اي رغوة. بالمسحوق ده وديعا للغلق، وديعا للصفار الغسيل، وديعا للاوساخ. ب25 جنيه انت عملتي مسحوق، جبتي اي مسحوق عادي، مسحوق سايب، مسحوق اي ماركة، مش لازم تبقى غالية. انت هو عملتيه وحطيتي عليه مكونات رهيبة. المكونات دي هتخلي الغسيل عندك يبرق، والحبذا بقى كمان لو عندك اسبرين الاخضر. بس بصراحة انا دورت عليه ما لقيتوش، عارفة اسبرين الاخضر اللي هو بتاع الصداع ده رهيب، لو جبتيه وفرمتيه وحطيتي عليه تحفة. إيه كده احنا عملنا، عفوا هذا اليوم عملنا المسحوق اهو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب يكون باين، الكاميرا تكون جايباه اهو، شايفين اهوت. هنعمل ايه بقى؟ هنقلبه، نمس كده من فوق، نقفلها كده، نقلبه، نضربه جامد كده، نقلبه جامد اهو. نقلبه من جوه بإيديك، ممكن تقلبيه كده برضو اهو. شوف كل المكونات ايه تندمج مع بعضها اهو، زي ما بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو، اندمجوا اهوت اهو. اهو بصوا، دوبنا كل حاجة، ظبطنا كل حاجة اهو. المسحوق بتاعنا بقى جامد وريحته تحفة بصراحة باللافندر. واحنا وفرنا كده، ويا رب اكون افدتكم ويكون دفى خفيف على قلبكم. وشكرا جدا لكل كومنت حلو منكم، واي تعليق انا اقبله. وربي القناة بتاعتي تكبر بيكم حبيب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد، والاول مرة شوفني ما تنسوش الاشتراك واللايك. ايدي بس مليانة مسحوقة اهي هغسلها. ماشي، اشوفكم فيديو جديد حبيب قلبي. وما تنسوش بقى اشتراك ولايك لأول مرة تشوفيني، وتقولي من اي بلد بتابعيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.